الغدا جاهز. طيب كويس. ها هتغدونا ايه النهارده؟ عاملين ملوخيه بالفته. سيبك من الملوخيه والفته، اهم حاجه الشوربه بتاعه الملوخيه ايه يا ماما؟ شوربه فراخ طبعا. فراخ فراخ فراخ. وانتوا يا جماعه ما سمعتوش عن اللحمه؟ هي اللحمه ايه اتشالت من القاموس بتاع البيت؟ انت كبرت على اللحمه يا عادل. ايه كبرت على اللحمه؟ كنت برضه على لحمه ودلوقتي معاد في طامي يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي ما تزعلش نفسك، سناء قصدها ان اكل اللحمه اللي في سنك ممكن يعمل له نسبه عليا للكوليسترول وتضخم في الامعاء مما يؤدي الى ثقب في الجيوب الانفيه الذي يؤدي بالتبعيه الى خرم في ميزانيه البيت والدخل القومي للاسره. بصي انت مش فاهمه خالص يا رانيا، انت فاكره ان الجيوب الانفيه هي اللي احنا بنحط فيها الفلوس؟ دي حاجه تانية خالص يا ماما. يا رانيا ما تصرحيه بالحقيقه، يا ابي عادل مصروف البيت ما يكفيش ابدا ان احنا نجيب لحمه. ده كيلو اللحمه ب 60 جنيه. ايه ايه ب 60 جنيه؟ ما انتوا الغلطانين، انتوا برضو ما بتروحوا للجزارين بتبقى عليكوا هتطلع على اللحمه الحمراء. يا بيبي ثبت علميا ان اللحمه البيضاء افضل بكتير من اللحمه الحمراء. اللحمه البيضاء ام خطين حمر، واضح ان بقالك ميول زملكاويه. برضو ما فيش الا الفراخ. كل يوم فراخ فراخ فراخ. ده انا خلاص يا جماعه قربت ابيض. البت ياسمين قربت يطلع لها من قار يا عين. بتعرك من قار. من قار قد كده كمان. برضو ما فيش الا الفراخ. ها هتعمل ايه بيبي؟ عايز لحمه حمراء؟ اتفضل حضرتك روح اشتريها من عند الجزار. اشتريها وشوفوا بقى انا هشتريها بكام. قال 60 جنيه قال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. اديني سندوتش شاورما لو سمحت. معلش مفيش غير شاورما فراخ. هي برضه الفراخ ورانا في البيت وانا كمان. ايه ده يا ميزو؟ هو مفيش شاورما لحمه ولا ايه؟ يا استاذ دول اللحمه غاليه، دلوقتي شغالين على الفراخ بس. ده احنا بقينا خلاص شغالين على الفراخ بس يا استاذ. ياد ما لسه قايلها يالا. ومفيش همبرجر ولا ايه؟ الهربرجر بقى هربرجر فراخ. هربرجر؟ انت بتبيعه من زمان على اساس انه هربرجر؟ طب واكيد طبعا بقى الكفته بقت كفته فراخ. واي حاجه بقت فراخ. ده حتى الهوت دوج بقى فراخ. وفي كمان الهوت دوج بقى فراخ. يا ده تجامل يا هتتجامل كده. طب ما انتوا لازم تتصرفوا، ما عملتوش حاجه ليه يعني؟ ما احنا نعمل ايه يعني يا استاذ؟ انا بقى هتصرف. ما دام انتوا مش عارفين تجيبوا حته لحمه كويسه، انا هجيب ارخص حته لحمه موجوده في السوق. جزاره المعلم كتكوت. جزاره وكتكوت الاسم مش مريح. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت سعر اللحمه كام؟ 60 قرش. 60 قرش؟ هي دي جمعيه تعاونيه؟ مؤاخذه احنا هنا جزاره محترمه. ايوه بس 60 قرش ده سعر كيلو اللحمه ايام ما كان الخروف بيلبس طربوش لسه. طربوش يا استاذ؟ انت شكلك كده ما اشتريتش لحمه من سنين. 60 قرش للجرام. الجرام؟ هي اللحمه دلوقتي بتتباع بالجرام يعني؟ طب وعلى كده بقى بالمصنعيه ولا من غير مصنعيه؟ لا ده حسب يعني، اذا كان 24 ولا 21 ولا 18. الله الله، هو الخروف دلوقتي بيقدم شبكه ولا ايه؟ الشبكه ايه؟ هو ده يعني حسب سن الخروف او العجل. 24 شهر 12 شهر كده يعني. ونضيف عليهم بقى سعر التشفيه والتقطيع. ايه بس كده حضرتك يعني لو سعر الجرام 60 قرش يعني في 1000 جرام يعني 60 جنيه كيلو؟ لو سمحت يا معلم كيلو لحمه بتلو. ايدك على 60 جنيه. اتفضل. فيهم 200 جرام دهن اجباري تجيله يا ابني. ايه حكايه الدهن الاجباري ده يعني؟ هنعرف ان اللحمه عاديه يعني، لكن اجباري هي امتحان يعني؟ هيمتحنها ولا هياكلها يعني؟ يا استاذ بص، سعر اللحمه ارتفع كل يوم في الطالع. ده على حسب بورصة زريبة نيويورك طبعا. الشاشة دي عليها أسعار اللحمة في كل زرايب العالم، في باريس وفي لندن وفي باكين. باكين؟ باكين اللي موجودة في الصين؟ اللي في الصين. بص على غفلة اهو اللحمة رخصت في الصين. تلاقي لعلمك تلاقيهم بيضربوا اللحمة. اصل اللحمة هناك رخيصة قوي. ممكن والله تلاقيهم بيجيبوا مثلا فرد الكاوتش ويضربوا عليها ختم يقول لك ميدن شبين مثلا. مش بعيد يعملوها. بس بيني وبينك ارخص لحمة تاكلها في اليابان. اليابان اشمعنى يعني؟ دي هناك ناس بتفهم في التكنولوجيا. ويعملوا ايه بالتكنولوجيا؟ هيزرعوا اللحمه يعني؟ مش بعيد اخويا، ممكن تنام بالليل تقوم الصبح تلاقيهم زرعينها. والله انت بتقول فيها ممكن يعملوا اي حاجه جماعه اليابانيين دول. مش بعيد يجيبوا راس خروف مع راس كرومبا ويهجنوهم مع بعض ويطلعوا لنا لحمه مسلوقه. جدع انت قلبت دماغي وكلت مخي. انا راجل جزار ما بفهمش غير في اللحمه. خلص بقى وقت من الاخر. ده حتى سعر مواسير العظم في الصومال رخصت. طب هما يعملوا ايه بالمواسير في الصومال؟ ده ما عندهمش ميه اصلا. يا راجل انت وجعت دماغي. الله انا راجل ماليش دعوه، راجل جزاره افهم في الجزاره وبس. بص
اللحمة زادت في البدرشين كده، كيلو اللحمة يعمله 70 جنيه. ايه 70 جنيه؟ ممكن ارجع الكيلو خدته ب60 جنيه واخد فرق الساعة؟ معاك فاتورة؟ معايا وعليها ختم العجل. ماشي، خد يا ابني حط دي عندك، وادي 60 جنيه بتوعك، وعليهم كمان 10 جنيه من عندنا. امسك، مبروك عليك. وانت بقى عمال ترغيلي من الصبح، اهو سعر اللحمه زاد. لو كنت شريت لك كيلو كان زمانك عملت لك فرق 10 جنيه وانت واقف. 10 جنيه؟ بس لا مؤاخذه يعني هنخصم منهم جنيه قيمه تشفيه وتقطيع. ماشي لو سمحت، انا عايز 740 جرام كندوز. ماشي عينيا الاثنين، اديله يا ابني. تعال يا استاذ. ادينا يا معلم 520 جرام لحمه. من عينيا، اديله يا ابني واعمل حساب الدهن، روح له. اتفضل يا استاذ. طيب يا معلم، ما دام الحكايه كده بقى، يا ريت توزن لي 150 جرام وتوصى، ويا ريت تلفهم لي لفه هديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت لكم مفاجأة، حذروا. جبت معايا ايه؟ 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 ها؟ حدش عارف؟ لا. جبت لكم لحمة. بصوا استنوا استنوا استنوا، مش أي حتة لحمة، ده أنا جايبها من بيت اللوح، مش من البيت اللي جنبينا. أوعى. افتح بقى يا عادل. استنوا 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 بس استنوا. استنى يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حمرا ازاي، بصوا حمرا ازاي يا عيني، بصوا شايفين. ايه رايكم؟ يونيك يا روحي. بصي يا رني، شوفي لنا حله بقى عشان ايه نعمل فيها اللحمه دي، نحطها ونسلقها وكتروا الميه على قد ما تقدروا. يلا. لحمه ايه مكوس؟ لحمه ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ قومي هاتي له كنكه اسلقي له فيها تلقيمه اللحمه دي. بنتي هو انا كان عندي سؤال استراتيجي بحت، هو انا المفروض احط كام معلقه ملح على الكنكه اللي فيها الشوربه بتاعه فسفوسه اللحمه دي؟ احطي له معلقتين وخلي بالك من وش الشوربه، وبعد كده ماما قلبي الفنجان وشوفي له بخته في الفنجان بتاع الشوربه. انا رايي ابيع عشان اللحمة دي تكفينا، ان احنا نشويها يكون احسن. بابا بابا، هو انا ممكن اصور جنب حتة اللحمة دي واوريها لاصحابي؟ يا قروبة انت عارف ايه، ونصور الصورة ونكبرها ونبروزها لها برواز فوشة ونحطها في المطبخ ازا ذكرى يعني. هزروا هزروا، انا الكوميديا ملاحظ انها انتشرت انتشرت في البيت كله الكوميديا، يعني من ماما لياسمين لكله، كله بقى كوميديا. عمايلك يا موكوس من عمايلك. انا غلطان، انا غلطان ان انا فكرت فيكوا وحبيت اديكوا شويه بروتين، انا غلطان. عموما يعني انا برفض ان الجزارين دول يستغلوني. معلش يا حبيبي، خليهم يستغلوك المره دي والمره الجايه ارفض. والا وانتوا مش غرمانين حاجه ولا حاسين بحاجه ولا عارفين اساسا انا بجيب الفلوس دي منين، وانا غلطان ان انا فكرت فيكوا اساسا. تعالي هتهربي، هتهربي كمان، تعالي انا غلطان. اهو ادي اللحمه اهي. ايوه ماشي، بتاع كوتك على الله. ماشي ماشي، اللحمه الان. ماشي كل واحد يخلي باله من بروتينه بعد كده. يلا بروتينك. يلا انا هروح بقى اتصرف، هسلقها في حته ثانيه.